السلام عليكم، عدنا معكم إلى أكمال مكونات الفصل الثاني من منهج نظم التشغيل الأكاديمي. وصلنا إلى ما يسمى بالسيستم كولز، واللي ذكرنا أنه هي أحد أجزاء نظم التشغيل الرئيسية. سيستم كول اللي هو يعني نداء النظام، هو عبارة عن programming interface to the services provided by the OS، هو عبارة عن واجهة برمجية إلى الخدمات المقدمة من قبل نظام التشغيل. عادة يتم كتابتها بلغات المستوى العالي اللي هي C أو C++، ويتم الوصول لها عادة بما يسمى بالابلكيشن بروجرامينج انترفيس او الاي بي اي، بدلا من يعني الدايركت سيستم كول، يعني بدلا من انه نقوم باستخدامها بشكل مباشر. يعني مثلا بدل انه نكتب رايت ثم قوسيا، نقوم باستخدام دالة البرنت مثلا في السي او سي بلس بلس او السي ان او السي اوت او غيرها، مثل ما راح نشوف في الامثله بعد قليل. هناك ثلاث انواع رئيسيه من الاي بي ايز المستخدمه بشكل رئيسي في نظم التشغيل الكبيره. النوع الاول اللي هو الويندوز 32 اللي هو المستخدم في نظم تشغيل الويندوز. البوزكس اللي هو بوزكس اي بي اي، مستخدم في النظم القائمه على اساس البوزكس، واللي هي تتضمن كل نظم اليونكس واللينكس والماك او اس. وكذلك عندنا جافا اي بي اي اللي هو المستخدمه في جافا فيرتشوال ماشين جي في ام. في المنهج راح نستخدم عبارة system call بشكل متكرر يعني كثيرا. عندما نقول system call نقصد بها بصورة عامة يعني generic، وليس خاصة لأي واحدة من هذه الثلاثة، لأنه احنا راح نتحدث عن نظم تشغيل بشكل عام وليس يعني نظام تشغيل خاص لوحده. كمثال على نظم او السيستم كولز او نداءات النظام، عندما يكون لدينا مثلا عمليه كوبي اللي هو نسخ لاحد الملفات، احنا مجرد انه ننقر على نقره يمين على اي مكان، ثم نختار يعني اعاز كوبي اللي موجود في كل نظم التشغيل، وبعد ذلك ننقر على يعني عمليه البيست. الا انه في داخل النظام الذي يحصل بعد النقر على عمليه الكوبي انه كل هذه العمليات ستحصل، يعني هو هذا كمثال على السيستم كول سيكونس، تسلسل العمليات التي تحصل عند استدعاء نداء النظام المسمى كوبي. راح تحصل الامور التاليه، انه اولا نحصل على اسم الملف الاصلي، بعد ذلك نكتب هذا الاسم الى الشاشه، بعد ذلك نقوم بقبول accept the input يعني، ثم نقوم بالحصول على اسم الملف النهائي الذي سنقوم بلصقه يعني، ثم ايضا نقوم بكتابه ذلك على الشاشه، ثم نقوم بكتاب يعني بقبول ذلك يعني. هذا طبعا كلها الامور تحصل في داخل النظام يعني. بعد ذلك نقوم بفتح الملف الاول، اذا كان الملف غير موجود ابورت يعني يتم انهاء العمليه، اذا كنا نحاول نسخ ملف غير موجود فيتم انهاء العمليه. بعد ذلك نقوم بانشاء الملف الاوتبوت اللي هو الملف الذي سنقوم بلصقه، لانه احنا بالحقيقه عندما نقوم بالكوبي نحول الملف الاول الى ملفين، يعني الملف الاصلي يبقى في مكانه والملف الجديد نقوم بانشاء ملف جديد اللي هو هذا هو الاوتبوت فايل. اذا كان الملف موجود اصلا يعني تحصل عمليه ابورت، يعني اذا كنا نريد نسخ ملف في مكان اخر والملف يعني بالفعل موجود، فراح تظهر لنا رساله انه الملف الاصلي موجود، هل تريد يعني اوفر رايت نقوم بالكتابه فوقه او نقوم بالغاء العمليه. هنا هو يقول انه يعني ببساطه تتم الابورت، يعني يتم انهاء العمليه. بعض النظم التشغيل طبعا تعطي للمستخدم قابليه انه يختار كتابه الملف الجديد فوق الملف القديم او حذف القديم ثم وضع الملف الجديد وهكذا. بعد ذلك تبدا عندنا عمليه لوب اللي هو يعني دواره يتم بداخلها قراءه محتويات الملف الاول وكتابتها في الملف الثاني الى ان تنتهي القراءه. بعد ذلك نقوم باغلاق الملف الجديد الذي قمنا ب يعني لصقه، ثم نقوم بكتابة كل هذه الرسالة إلى الشاشة لإخبار المستخدم بأنه تم انتهاء عملية الكوبي، ثم ترمينيت نورمالي يعني الانهاء بشكل طبيعي. كل هذه الأمور تحصل يعني في داخل نظام التشغيل، وكل واحدة من هذه الأسطر هو عبارة عن يعني كود برمجي موجود في مكان معين يتم استدعائه عندما نقوم فقط بعملية النقر على كوبي ثم بيست. يعني هذه هي السيستم كولز، يعني نداءات النظام اللي هي الكوبي والبيست والكات والرايت والريد وغيرها من الأمور الأخرى. هنا ايضا هذا عندنا فد مثال على الستاندرد اي بي اي المستخدم في اليونكس او اللينكس اللي هو عمليه الريد. يعني احنا عاده من ننقر على او نكتب ريد في الكوماند لاين انترفيس او نقوم ب استدعائها في داخل اي برنامج، احنا بالحقيقه فقط نكتب ريد ثم قوسين، بس بالحقيقه انه عندما نقوم باستدعاء هذا الشيء في داخله يتم استدعاء فد داله كبيره جدا اللي هي انكلود unsigned integer standard.h، ثم بعد ذلك الريتيرن فاليو يعني قيمه او سايز للفاليو اللي نقوم باسترجاعها، ثم عمليه الريد انتجر اف دي void buffer size t count. هاي كل الامور يتم يعني عملها في داخل النظام. هذا فقط يعني مجرد يعني مثال يعني غير مطلوب حفظات، فقط يوضح لك انه الاي بي اي والواجهه اللي هي الابلكيشن بروجرامينج انترفيس، واجهه البرمجه للمستخدمين تعطينا فقط هذه الداله اللي هي ريد،
ولكن في داخله تحصل الكثير من الامور الاخرى اللي يكون يعني نظام التشغيل هو المسؤول عن ادارتها. طبعا كمبرمجين او مطورين احنا ما نحتاج ان نعرف كل هذه الامور، ولكن فقط نحن نعرف انه الريد تقوم بالعمليه الفلانيه، يعني فقط نحتاج انه نعرف كيف تعمل هذه الاي بي اي. السيستم كول امبلمنتيشن، كيف يتم تمثيل او تنفيذ هذه السيستم كولز. مثل ما ذكرنا عاده هي هناك رقم يتم ارفاقه مع كل واحده من هذه السيستم كولز، والذي يسمى بالسيستم كول انترفيس، والذي يحتوي على جدول مفهرس بهذه الارقام. يعني نتصور انه عندما نقوم باستدعاء عمليه الكوبي او الكات او البيست او البرنت او السي ان او السي اوت، هذه راح تكون يعني احنا مجرد انه نعطي لنظام تشغيل الرقم الخاص بهذه العمليه، نظام التشغيل سيذهب الى جدول مفهرس بهذه الارقام ويحتوي على الكود الخاص بهذه العمليه. طبعا الواجهه النظام يعني نداء النظام راح تتضمن تنفيذ او استدعاء السيستم كول من نظام التشغيل، ثم بعد ذلك ارجاع الحاله يعني وارجاع القيم اللي هي بعد تنفيذ الكود الخاص بهذا السيستم كول. ذا كولر اللي هو المبرمج او المطور لا يحتاج ان يعرف هذه التفاصيل او ما الذي يحصل في داخل السيستم كول، فقط هو يعرف انه عمليه الريد ستقوم ب استدعاء ملف معين وقراءته الى الشاشه مثلا. عملية البرنت هي فقط عبارة عن طباعة شيء معين على سطح المكتب أو على واجهة المستخدم، لا يعرف هو بالحقيقة ما الذي سيحصل في داخل هذا السيستم كول، فقط يحتاج أنه obey the API، يعني يطيع القواعد المكتوبة من قبل الاي بي اي ويفهم ما الذي سيقوم الاو اس بعمله كنتيجة لذلك. تفاصيل أكثر للاو اس انترفيس hidden by the program from the programmer by the API. يعني الاي بي ايز اللي هي الابلكيشن بروجرامينج انترفيس وظيفتها انه تسهل عمل المستخدم وتقوم باخفاء هذه التفاصيل عنه، لانه يعني هي تم وضعها فقط من قبل المطورين لنظام التشغيل، والمبرمج لا يحتاج انه يعرف كل هذه التفاصيل. طبعا managed by the runtime support library، هذه الاي بي ايز يتم ادارتها من قبل الرانتايم سبورت لايبرري اللي هي مكتبه الدعم التي تعمل في الزمن الحقيقي، واللي هي طبعا ايضا عباره عن functions built into the libraries included with the compiler. يعني هذه ايضا تفاصيل كثيره داخليه لا يحتاج المبرمج معرفتها، ولكنها كلها يتم ادارتها من قبل نظام التشغيل. هذا هو المثال اللي يوضح لنا ما الذي يحصل. مثلا اذا المستخدم اراد فتح ملف معين، فهو مجرد راح يقوم بكتابه open يعني في برنامجه اذا كان مطور، او في على سطح المكتب، يعني مجرد ان نقر على كليك ايمن او open او نقر تي في الويندوز او غيرها، هذا كله راح يصير عندنا في اليوزر مود اللي هو في طور المستخدم. في الكيرنل مود اللي هو في نواه النظام، اللي يحصل انه راح نستدعي سيستم كول انترفيس او يعني نداء للنظام، اللي هو راح يروح الى هذا الجدول اللي مثل ما ذكرنا راح يقوم باعطائه رقم هذا السيستم كول، وراح يجد الكود الخاص به، ثم يذهب بعد ذلك لتنفيذ هذا الكود ويرجع النتائج الى المستخدم، واللي هي راح تظهر على سطح المكتب كانه هذا الملف تم فتحه. وهكذا يعني هناك واجهه للمستخدم والمبرمج، وهناك تفاصيل كثيره جدا تحصل ما وراء الاي بي اي. السيستم كول بارامتر باسنج، يعني مثل ما ذكرنا هنا تلاحظ انه يعني مجرد عمليه الاوبن لملف معين، طبعا يحتاج النظام التشغيل يحتاج معرفه حجم الملف، مكان الملف في الذاكره، عنوان بدايه الملف، عنوان نهايه الملف، كل هذه الامور تسمى بارامترز اللي هي الفيتشرز او الخصائص الخاصه بهذا الملف التي يتم تمريرها من اليوزر مود الى الكيرنل مود. عادة المعلومات أكثر نحتاج أنه يعني نقوم بتمريرها من اليوزر مود إلى الكيرنل مود لكي نقوم بتنفيذ السيستم كول الذي نحتاجه. Exact type and amount information varies according to the operating system and the call. يعني النوع والكمية للبيانات الحقيقية التي يتم تناقلها يختلف من نظام تشغيل إلى آخر ومن نداء نظام إلى آخر. عموما هناك ثلاث طرق رئيسية لتمرير البارامترز في نظم التشغيل. الطريقة الأسهل واللي هي كانت متبعة قديما في نظم التشغيل البسيطة أنه يتم تمرير هذه البارامترز عن طريق الريجسترز اللي هي مسجلات النظام. In some cases many maybe more parameters than the registers. يعني عادة هناك لكل نظام تشغيل مجموعة من مسجلات النظام اللي هي بالنسبة للأخوان والأخوات اللي دارسين المايكرو بروسيسور اللي هي المسجلات اللي كنا نتحدث عنها اللي هي AX, BX, CX, DX وغيرها من المسجلات الأخرى. عادة إذا كنا مثلا نريد تمرير بارامترز يعني قيم كثيرة جدا أكثر من عدد الريجسترات، فهذه الطريقة راح تكون غير مناسبة، وبالتالي نحتاج الطرق الثانية والثالثة. البارامترات في الطريقة الثانية يتم خزنها في بلوك من البيانات أو جدول في الذاكرة، وبعد ذلك عنوان هذا الجدول يتم تمريره على شكل بارامتر في المسجلات، وبالتالي أنه إذا أردنا أن نقوم بتمرير 100 بارامتر نقوم بوضعها في بلوك أو في جدول في الذاكرة،
وعنوان هذا الجدول في الذاكرة يتم وضعه في داخل الريجستر، وبالتالي السيستم كور عندما يأتي ويريد تنفيذ عملية معينة أو أي بي آي معين يقوم بالذهاب إلى هذا الريجستر ورؤية الرقم الخاص ب اللي هو عنوان الذاكرة الخاص بالبارامترات التي يريد تمريرها، ثم بعد ذلك يقوم باستخدامها. هذه العملية مستخدمة من قبل أنظمة اللينكس والسولاريز. الطريقة الثالثة أنه البارامترز placed or pushed into a stack، يعني البارامترات القيم التي نحتاج تمريرها لتنفيذ السيستم كول يتم وضعها أو دفعها إلى داخل stack اللي هو مكدس من قبل البرنامج اللي هو الابليكيشن بروجرامينج انترفيس أو الاي بي اي، وبعد ذلك يتم سحبها popped من قبل الستاك، يعني من الستاك من قبل نظام التشغيل لكي نقوم بتنفيذ السيستم كول. طبعا البلوك والستاك هاي الطرق يعني مثل ما هو واضح يعني ما راح تقيدنا بعدد البارامترات المستخدمة وحجمها، يعني مهما كان عدد البارامترات ومهما كان حجمها راح نستطيع تمريرها بهذه الطريقة، على خلاف الطريقة الأولى اللي هي كانت تقيد عدد البارامترات بعدد الرجسترات في النظام، وعدد الرجسترات عادة لا يتجاوز يعني 20 أو 30، وبالتالي راح يكون هذا محدود كبير يعني بشكل كبير جدا، وبالتالي يتم استخدام هذه التقنيات بالنظم التشغيل الحديثة لأنه ما راح تقيد لنا عدد البارامترات بعدد الرجسترات. هذه أيضا فد واجهة رسومية توضح لنا اللي راح يصير. الأكس هو parameters for call، إذا كنا مثلا نريد أنه نستدعي هذه البارامترات راح نقوم بوضعها أما في register أو مثل ما ذكرنا في table أو block في الذاكرة، ثم بعد ذلك نقوم ب load the address of x to the system call 13 مثلا، نقوم فقط ب يعني أخذ العنوان الخاص به ونقوم بتمريره لنظام التشغيل. نظام التشغيل طبعا راح يروح مباشرة يجيب المكونات من هذا البلوك أو التيبل الموجود في الذاكرة، ثم يقوم بعد ذلك بتنفيذ السيستم كول اللي رقم 13 مثلا في هذا المثال. أنواع السيستم كولز المستخدمة مثلا بالنسبة للتحكم بالعمليات نحتاج أنه create process, terminate process يعني إنشاء العمليات وإنهاء العمليات، end, abort يعني أيضا إنهاء ويعني إنهاء بشكل طبيعي وإنهاء يعني بسبب خطأ معين، عملية اللود والإكسكيوت، get process attributes, set process attributes يعني الجيت والسيت هذه أيضا تعتبر واحدة من أهم السيستم كولز عادة، wait for time اللي هو الانتظار، wait event, signal event، allocate and free memory، هذه كلها يعني أنواع السيستم كولز اللي يوفرها يعني نظم التشغيل المختلفة لإدارة العمليات. كذلك debugger for determining the bugs and single step execution اللي هو مصححات الأخطاء يعني لاكتشاف وجود bugs أو أخطاء معينة في الكود، وكذلك التنفيذ لخطوة واحدة، dump memory if error يعني حذف الذاكرة ومكوناتها، حذف جزء من الذاكرة يعني إذا كان هناك خطأ، اللوكس اللي هي الأقفال اللي راح نستخدمها إن شاء الله في الفصل السادس اللي هي لإدارة الوصول إلى البيانات المشتركة بين العمليات المختلفة. بالنسبة للسيستم كولز الخاصة بالفايل مانجمنت إدارة الملفات أيضا نحتاج أنه خلق الملفات، حذف الملفات، فتحها، غلقها، القراءة، الكتابة، الريبوزيشن يعني وضعها في مكان آخر، جيت أند سيت فايل أتريبيوتس اللي هي مواصفات الملف أيضا نحتاج أنه يعني نحصل عليها يعني إنبوت وأوتبوت، ديفايس مانجمنت إدارة الأجهزة أيضا، ريكوست ديفايس، ريليس ديفايس، ريد رايت، ريبوزيشن، كل هذه أيضا الأتريبيوتس أيضا موجودة توفر يعني متوفرة من قبل مختلف نظم التشغيل كسيستم كولز لإدارة الأجهزة وإدارة الملفات. بالنسبة للإنفورميشن مانجمنت أو المينتنس اللي هو إدامة المعلومات اللي هو جيت وسيت للتايم والديت اللي هو يعني الحصول على الوقت والتاريخ وضبط الوقت والتاريخ، الحصول على معلومات النظام، ضبط معلومات النظام، get and set the process file devices attributes اللي هي مواصفات الملفات والأجهزة والعمليات. بالنسبة للcommunications أيضا نحن نحتاج أنه نقوم بإنشاء ويعني حذف الcommunications connections أو channels اللي هي قنوات الاتصال اللي هي مثل ما ذكرنا أما تكون shared memory أو message passing، إرسال واستلام الرسائل إذا كانت message passing model من الhost name to or a process name يعني من حاسوب إلى آخر أو من عملية إلى أخرى، من الكلاينت الى السيرفر ايضا يعني كاحد الامثله، شيرد ميموري موديل ايضا كرييت اند جين اكسس تو ذا ميموري ريجنز، هذه اذا كانت لدينا عمليه تمرير الرسائل من خلال الشيرد ميموري، ترانسفير ستاتس انفورميشن نقل معلومات الحاله، اتاتش اند ديتاتش ريموت ديفايسز يعني ربط ويعني ازاله ربط الاجهزه البعيده، وهكذا كثير من السيستم كولز لكل انواع العمليات في النظام. بالنسبه للبروتكشن ايضا عندنا الكنترول اكسس تو ريسورسز، جيت اند سيت بيرميشنز، هنا يعني الكنترول اكسس اللي هو التحكم بالوصول الى الموارد،
الحصول على البيرميشنز اللي هو صلاحيات الوصول إلى الموارد، السماح والرفض للمستخدمين للوصول إلى موارد معينة وهكذا. هذا طبعا بعض الأمثلة للسيستم كولز اللي يوفرها نظام الويندوز واليونكس. يعني مثلا بالنسبة للبروسيس كنترول اكو عندنا كرييت بروسيس، اكزيت بروسيس، ويت فور سنجل اوبجكت، هذه بالويندوز اللي تقابلها بالمقابل في اليونكس الفورك اللي هو كرييت بروسيس، اكزيت اللي هو اكزيت بروسيس، وويت اللي هي تقابل ويت فور سنجل اوبجكت. هذه طبعا يعني ما نحتاج انه نحفظها حاليا، بس ربما نحتاجها ان شاء الله اذا دخلنا في برمجه يعني السيستم كولز او مكونات نظام التشغيل بلغه جافا اللي موجوده ضمن هذا المنهج ان شاء الله. هذا طبعا راح ايضا يتحدث عن الستاندرد سي لايبراري اكزامبلز وغيرها من الامثله الاخرى على السيستم كولز، ان شاء الله راح نتحدث عنها في المحاضره القادمه. فخليكم ويانا، شكرا جزيلا ومع السلامه.